تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام هو محور مخصص ومكرس عن تنظيم وآلية الدوري العراقي للموسم المقبل، لا سيما ونحن نتطلع جميعا لانطلاق موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة، وذلك من أجل مكانة وأهمية وانعكاسات الدوري الكروي على المستوى العام للكرة العراقية. سنكمل مشوارنا في هذه الحلقة وحلقات مقبلة بإذن الله مع انطباعات أهل الشان من الإداريين والإعلاميين والمدربين وحتى اللاعبين، للوصول من خلال آرائهم إلى آلية صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري. اليوم أيضا سنتوقف مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي ستأتيكم من بين فقراتنا لهذا اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج، خليكم ويانا. نجدد وترحب بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في محورنا هذا المخصص عن تنظيم وآلية الدوري العراقي بكرة القدم. بصراحة ما لاحظناه من تخبط واضح بالمواسم السابقة جعلنا نهتم كثيرا بهذا الأمر ونسلط الضوء عليه بين الحين والآخر، فالكل كان متابعا للمشهد الكروي العراقي وما يجري فيه من توقفات وتأجيلات، وكيف يسير بصورة غير يعني منهجية وآلية غير منتظمة. الكل بطبيعة الحال كان مهتما ويطمح في رؤية تنظيم مدروس على أرض الواقع وآلية صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، وهذا ما يجعلنا يعني نبحث ونستمر بالتغطية لإيجاد حلول صحيحة من خلال متابعتنا مع المختصين والمهتمين والمعنيين بالكرة، وذلك من أجل أن لا يبقى هذا الأمر مهملا وتائها ومعقدا وشائكا، ويبقى يعني مردوده وانعكاساته سلبية على المنظومة الكروية وعلى المستوى العام للكرة العراقية. التقدم يأتي الآن والتمريرة حاضرة وفرصة خطيرة، هذه داخل منطقة الجزاء، الله، جول أول يأتي لصالح نفط الوسط عن طريق فارس حسون. مشاهدينا، كل موسم والدوري العراقي بكرة القدم يعني يدخل مرحلة الشد والجذب، بحيث الإعلام والمعنيين والمختصين يتطرقون دائما لهذا الموضوع، لا سيما والأندية المعنية بالأمر التي تعاني دائما وكثيرا يعني من هذا الأمر، وكثيرا ما تشتكي أيضا وتتذمر من الأمور التنظيمية، ومنها من التوقفات والتأجيلات ومن يعني عدد الفرق المشاركة في الدوري. وبما أننا ننتظر جميعا انطلاق الموسم الكروي الجديد ونتطلع لانطلاق موسم منظم، بالتأكيد نطمح جميعا بأن نرى استراتيجية منظمة ومدروسة للدوري. مشاهدينا، سنبدأ مشوارنا يعني مع استبيان صدى الرياضة بين الأندية العراقية بشكل عام ونجوم الدوري العراقي بكرة القدم حول تداعيات وأبعاد هذا الأمر على سير المنظومة الكروية، طبعا وبالتأكيد حتى نتابع ما يجري في هذا الموضوع المهم. خلي نتابع أولى اللقاءات لعدد من الرياضيين والإداريين والمعنيين بالأمر، خلي نتابع. والله بالحقيقة يعني من أول سنة احنا يعني قلنا 16، الرقم 16 هو مثالي، راح يكون فريق جيد جدا، يعني 16 يعني يكفي أن يكون فريق دائما راح توزع اللاعبين الجيدين، فتلعب انت 15 الى يعني كل مرحله 15 30 مباراه كلها مباراه عاليه، فلهذا شوف دائما من كانت الفرق يعني بزمن كان 12 الى 14 فريق، لكن هسه توسعت الرقعه، اتمنى يكون 16 هو الفريق الفرق المثاليه للدوري. والله اعتقد انه البدايه تبشر بخير، لان احنا يعني احد الانديه اللي خاطبنا لجنه المسابقات
على ان الفتره الزمنيه حسب الجدول السكيدجول اللي قدمه يعني مدرب الفريق انه هناك يعني يحتاج الى فتره، لانه تاخرنا في نهايه الموسم السابق. نتمنى ان الكل يتساعد، يعني الانديه تتساعد مع لجنه المسابقات حتى نقدر يعني يكمل دوري مثل الدوريات الدول المجاوره، وتكون بدايه جيده وسلسه بالنسبه للموسم المقبل ان شاء الله. هو اكيد يعني المفروض يعني المثالي 16 ولا بأس ان يكون 18، ولكن تعرف يعني انت اليوم الشعب العراقي هو شعب يعني حاب لكره القدم. أنديتنا كثيرة، المحافظات في الأندية كثيرة بدأت تتنامى. الاتحاد كرة القدم هو مقرر أصلاً 3 سنوات أن يكون الدوري من 20 فريق، لذلك أعتقد هو القرار يعني يكون من قبل الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم اللي ممكن أن تضغط على لجنة المسابقات والعفو على المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم. وأعتقد يعني هذا الشيء صعب في الفترة الحالية أنه يتم تقليص عدد الفرق، والكل تعرف يعني من الصعب جدا ان يقلصون، بس اعتقد يعني اذا نقدر نمشي على 20 وبالتوقيتات المضبوطه هم انعم الله على الاتحاد. يعني بحقيقه في ظرف العراق وظرف دورينا العدد المثالي هو 16 فريق يكون في الدور الممتاز، يعني راح تكون يعني مباراة بيها جمالية، إضافة إلى تقارب الفرق تكون يعني بصراحة هو العدد المثالي للدور العراقي هو 16 فريق لا أكثر. احنا فريقنا كفريق أمانة بغداد وكنادي أمانة بغداد تكلمنا مع الأخوان في الاتحاد وفي لجنة المسابقات، يعني وعدونا خير إن شاء الله خلال هذا الموسم. احنا حتى ما قدرنا نرتاح يعني تقريبا أسبوع إلى 8 أيام وبدينا التعاقدات وشكلنا فريقنا، الراحة كانت قليلة هذا الموسم. يعني تكلموا معنا قالوا يعني هذا الموسم راح يكون بداية مبكرة حتى النهاية تكون مبكرة إن شاء الله، مع مواسم مع الفرق اللي العربية والأوروبية إن شاء الله تكون نهاية بشهر السادس، راح يكون نهاية هذا الموسم. إحنا علينا نعمل ونجتهد كنادي، وهم الإخوان هم يعملون يجتهدون كاتحاد، لكن تعرف إحنا ظروفنا بالعراق ليس نموذجية، ماكو نموذجية، لكن الكل تعمل وتجتهد وراح إن شاء الله ينتهي الدوري بوقته إن شاء الله. جو حلو ما يتمون خطرك هو جول جول أخيرا أول الأهداف للميناء شايل راية البصرة. مشاهدينا الكرام، انطلاقتنا الأولى مع الأخبار الرياضية المنوعة ستكون ضمن فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم المشاركة رسميا في البطولة الدولية الرباعية المقرر إقامتها في السعودية خلال تشرين الأول المقبل بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق، ومن المؤمل أن تقام البطولة للفترة من 12 إلى 16 من تشرين الأول المقبل. وفي البطولة الرباعية نفسها سيخوض المنتخب الوطني مباراتين أمام السعودية في 12 من تشرين الأول وأمام الأرجنتين في 16 من الشهر نفسه. أعلن رئيس لجنة التراخيص في اتحاد الكرة محمد العبودي تقديم استقالته من منصبه بسبب التدخل في عمله من قبل أحد أعضاء الاتحاد. وقال العبودي: قررت تقديم استقالتي من رئاسة لجنة التراخيص في اتحاد الكرة بسبب يعود إلى تدخل عضو إدارة نادي الشرطة وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد غالب الزاملي بعملي في اللجنة. عالميا وضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي بكرة القدم، حقق ليفربول فوزا مهما على مضيف توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 15 نقطة شراكة مع تشيلسي، فيما يأتي توتنهام في المركز الخامس مؤقتا برصيد 9 نقاط. ونجح تشيلسي في حصد فوزه الخامس على حساب الويلز كارديف سيتي 4 أهداف لهدف، وحقق فريق أرسنال فوزه الثالث تواليا بعد خسارتين افتتاحيتين على مضيف نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، مرتقيا إلى المركز السابع.
جمهورنا الرياضي متواصلين في محورنا هذا المخصص والمكرس عن تنظيم آلية الدوري العراقي بكرة القدم، وذلك من أجل إيجاد حلول صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، وهذا ما سيجعلنا يعني نتنقل مع نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ونجوم الدوري العراقي من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين، فضلا عن الإداريين والمشرفين على فرق الكرة، وذلك لتبادل الأفكار والآراء معهم للوصول إلى طريقة مثلى لتنظيم الدوري للموسم المقبل. خلي نتابع. أكيد عندما يكون عندك دوري ناجح يكون عددهم أقل، إحنا مو الدوري الإسباني أو الإنجليزي بمواصفات عالية، الأندية تمتلك ملاعب كثيرة وجاهزة، إحنا اليوم نعاني من الملاعب، يعني يجيك فريق ما عنده قدرة أن يشارك، يعني دائما هو بدأ الدوري وبعدين بدأت الإشكاليات، أنه فلوس ماكو، الباص ما عندنا، أكل ما عندنا، فأعتقد اللي ما عنده قدرة أن يشارك أتمنى أنه كل نادي يعرف حجمه بالمشاركة، لأنه عندما شارك في دوري النخبة عليك أنه تسافر، إذا ما تمتلك الأموال أعتقد يعني ما تليق بالأندية أنه تبدأ الدوري وبعدين تشك. أعتقد 18 إلى 14 إلى 16 يكون دوري مثالي، لأنه الصراحة دورينا إلى ثلاث أجزاء، أربعة الزوراء والجوية والنفط والشرطة، والفرق أكثر من 25 نقطة، فارق شاسع. النص المتوسطين يعني أيضا الأماكن الدافئة وهمهم أنه ما يهبط، والهبوط أنت لاحظت أنه الوضعية البائسة الأخيرة، وأعتقد دورينا من 16 إلى 18 إلى 14 فريق يكون دوري مثالي، لأنه فقط 14 فريق قد يكون أن يستحقون يلعبون دوري النخبة العراقي. والله كل ما يقل يعني 16 فريق هاي برأيي. والله أنا برأيي يعني كل الآراء محترمة، هي أكو جماعة تريد 24 وأكو جماعة 20، بس إحنا كل سنة يعني ما عندنا نقول تخطيط أو تنظيم للمسابقة. شلون يجي التنظيم؟ احنا نقعد بالمؤتمر مشاركين 20 فريق، احنا صح هو الاتحاد مو محني، اكو فرق يعني تلعب مرحله واحده تنسحب بسبب امور يعني ماديه، هاي كلها دي امور بيها البلد. احنا نتمنى لو الدوري يصير 16 فريق يعني، او حتى لو 20 فريق ما اهم يخالف، بس اكو نظام، الفريق اللي ينسحب، الفريق اللي ما يجي المباراه، يعني هاي كلها عوامل لازم التوقيتات تصير صحيحه. صح احنا الظروف دي نعيش بها البلد، ظروف صعبه، مظاهرات او وضع الامني، كل هاي تاثر علينا. انا حتى انا دائما يعني اقول المسابقات الله يساعدهم، ما يقدرون يخلون برنامج يعني اربع فرق الجماهيريه تلعب ملعب الشعب، بالتاجي تلعب ثلاث فرق، بالصناعه تلعب فريقين، يعني شلون تصير المسابقه؟ يعني حتى هي التراخيص انا اقول هاي السنه ما نجحت، حد يقول لي شلون؟ اقول عندي اعطيتهم تراخيص هي مو صحيحه، جينا لعبنا بها، شوف انت هذا ملعبنا من احسن الملاعب. احنا اليوم التراخيص قالت لا انتم ما عندكم من جهه ثانيه جمهور، يعني ما عندنا مدرجات، لا شلون لعبنا احنا؟ يعني نقول ما نجيب اسامي يعني غير نادي، اكو طبينا لعبات ما لقينا حمامات، هذا واقع نحكي يعني ما يزعل مي عندي، خلي واحد يزعل، اكو ملاعب طبينا بيها ماكو حمام. احنا تعال شوف هسه المنازع مالتنا شلونها، وهذا احنا شغله التراخيص اعتبرها بالعراق لحد ما نجحت ولا تعطي المعيار الصحيح. أتمنى كل سنة لازم إحنا نصحح أخطائنا كمسابقات أو كرياضيين، نصحح المسابقة حتى الفريق يمشي. أنت حتى مسابقة الدوري إذا هي ناجحة المنتخب مالتك يصير ناجح. نشوف إحنا خلصنا الدوري، إحنا دخلنا قبل دوري عربية، حتى فريق اللاعب ما أخذ استشفاء، شوف أنت اللاعب يروح تعبان من دوري طويل سنة كاملة تدخل قبل الدوري العربية، هذا ماكو تخطيط. أو ندخل لآسيا، شوف هسه فريق المنافس إحنا نلعب وياه صار له شهرين قاعد، خلص الدوري مالته ثلاث أشهر، شلون حيجيك باستعداد عالي؟ وهذا كل هذا نتمنى انعاج اخطائنا. زياد يتقدم، زياد وجول، اولى شرارات المباراه تنطلق من النفط هذه المره، زياد احمد يسجل اول الاهداف من ركله جزاء يضعها على يسار الحارس نور صبري، واول اهداف. جمهورنا الرياضي اليوم عندما يعني نتواجد في أي ملتقى رياضي وأي صرح رياضي لابد أن نستغل الفرصة لمناقشة واقع الدوري العراقي الكروي يعني من جميع
الأمور ومع جميع المعنيين بالكرة يعني، ومنهم الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين يسعون بكل تأكيد لإيجاد الحلول السليمة للارتقاء بواقع الكرة العراقية. فطرحنا على بعض الزملاء كيف يرون تنظيم آلية الدوري، كيف كانت تجربة الموسم المنصرم، ما هو العدد المثالي للأندية المشاركة بالدوري. هذه الاستفسارات وأخرى طرحناها على الزملاء المختصين والمهتمين بالأمر، خلينا نتابع. الدوري العراقي في هذا الموسم تجاوز البعض من أخطائه وعيوبه، ولكنه في السنوات السابقة وحتى في هذه السنة كانت هناك عيوب كثيرة، منها التأجيلات، منها الانسحابات، منها المشاكل وشغب الجمهور أو الفقر المالي للأندية. ولكن في هذا الموسم إلى حد ما نستطيع أن نقول بأن تجربة الدوري سارت بشكل مقبول، ولكن لا يخلو من العيوب. في مقدمة العيوب هي أولاً، أنا أعتقد أن عدد 20 فريقاً هو عدد كبير، والعدد المثالي والمقبول أظنه 16 فريق هو العدد المقبول والمثالي، لأن وجود 20 فريق يعني هناك ترهل في المباريات وترهل في انضمام بعض اللاعبين ذوي المستويات الضعيفة، وبالتالي تلكؤ قلة الملاعب أيضا عامل أساسي من عوامل هذا الترهل. لذا أنا يعني أجد من الممكن أن يكون 16 فريق، ولكن مع هذا أنا 20 فريق مقبول ممكن تحسينه، وسيكون في السنة القادمة يعني موسم 18-19 سيكون أكثر استقرارا حسب ما أعلنت لجنة المسابقات، وأكثر رصانة. ستكون هنالك فرص لمحاولة لفرص استثمار، لأنه الاستثمار هو راح يوفر الأموال الكبيرة والكثيرة للأندية التي تساعدها على بناء فرقها. لذا وأيضا أنا أعتقد أن يعني وجود مدربين أكفاء ومساعدين أكفاء ودوري لفرق الفئات العمرية ناشئين أشبال شباب سيؤدي هذا إلى بروز لاعبين ومواهب عراقية ممكن أن تحسن الكرة العراقية. ولكن الأمر المهم اللي أنا أود أعبر الآن أقول بأنه المدرب الأجنبي الآن لم يتم يعني اختيار الوقت المناسب لجلب المدرب الأجنبي، لأن المدرب الأجنبي يحتاج أموال طائلة، وهذه الأموال غير متوفرة الآن في اتحاد الكرة، إضافة إلى أنه القاعدة الكروية في في العراق لا زالت يعني قاعدة مرتبكة من حيث غياب فرق الفئات العمرية، فرق الشباب الناشئين الأشبال الأولمبي، وظاهر هنالك آفة كبيرة تؤثر على الكرة العراقية هي آفة التزوير والتلاعب بالأعمار. لهذا نجد أن الفرق العراقية التي تلعب في هذه البطولات 90% من عدها يعاني من التزوير والتلاعب بالأعمار. الدوري بحاجة إلى إعادة دراسة، وأنا أرى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم عليه أن يعتمد على خبراء ومختصين منهم عراقيين والبعض من الخبراء الدوليين يساعدونا على أن نؤسس كرة عراقية رصينة وفرق محترمة وعدد مقبول، ونهتم بالعمل مع ظروف الملاعب المتوفرة لدينا، عندها سنستطيع أن نقدم إمكانية كرة جيدة خلال 3-5 سنوات قادمة. 20 فريق أكبر من القواعد الجماهيرية وأكبر من إمكانيات الأندية، وبالتالي يعني حتى ستؤثر على أندية الظل أو أندية الصف الثاني الارتقاء. وأنا أرى أن العدد المثالي للأندية في الصف الأول في الدوري العراقي ربما 16 فريقا، وهذا ما يعمل عليه اتحاد الكرة في خلال الموسمين المقبلين. الموسم المقبل على وفق المقررات الأخيرة لجنة المسابقات والتي صادق عليها مجلس الإدارة سيكون 18 فريقا، والموسم بعد المقبل سيكون 16 فريقا. نأمل أن تفي الإدارة بوعودها في هذا الصدد. وصلت لدى ألم هاوي، أخذ كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، غير معقول غير
مشاهدينا، نبقى مع نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ونجوم الدوري العراقي، يعني من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين والإداريين، من أجل تبادل الأفكار والآراء للوصول إلى طريقة مثلى لتنظيم مسابقة الدوري للموسم المقبل. لقاءات أخرى حول هذا الموضوع، خلينا نتابع. والله هو العدد المثالي للأندية العراقية لازم 16، يكون مثالي جدا. احنا ما نريد نزيد، احنا بالعكس لازم نخلص حتى يكون الفرق مستوى عالي. 16 فريق جيد جدا مستوى الدوري العراقي، ما نريد لا يزيد ولا ينقص، 16 كل زين، هذا هو المثال. يعني على الكثافة السكانية، على عدد لاعبي كرة القدم بالعراق، اعتقد 18 الى 20 فريق مناسب. اذا انتهى الدوري مبكرا وفترة الاعداد بدأت مبكرا، ممكن ان نبدي 15/9 وينتهي ب 15/5. دوري يكون اسبوعين، كل اسبوع مباراتين واسبوع مباراة، يعني تلعب لك 6 مباريات بالشهر. اذا تضربها في 8 اشهر احسن لك 48 مباراة، في حين انت تخوض 36 مباراة. هذه الحسبة اذا مشت واذا قدرنا انه ننظم مواعيد الدوري، اعتقد العدد المثالي هو من 18 الى 20 فريق. شوف، حقيقة مسألة الرياضة عموما او كرة القدم تحديدا، اعتقد ان الكلام هذا قبل عقد من السنين تكلمنا نفس الكلام، اصبح الكلام مكررا، الاخطاء متكررة، عدم وجود تصحيح نظرا لعدم الاعتماد على يعني استراتيج عمل، خطط مستقبلية. لذلك الأخطاء موجودة، الأخطاء كثيرة، الاجتهادات الشخصية هي واقع الحال في العمل، هذه مشكلتنا الحقيقية. ولذلك تجد أنه يوم بعد آخر تتفاقم المشاكل، وفي كل يوم مشكلة جديدة. الإعلام الآن ما شاء الله، يعني كل يوم ممكن قضيتين أو ثلاثة من الممكن أن يناقشها. فيما يتعلق بالدوري وآلية الدوري، هي ذاتها لم تتغير. اللي نرجوه، اللي نسعى إليه، اللي نطمح إليه، هكذا يجب أن نتكلم. الاستعانة بمختصين، سواء في لجنة المسابقات، سواء في الإشراف على المباريات، في كل مفصل من مفاصل اتحاد الكرة، اللي طلب بعد انتخابه فرصة للعمل لأنه فقد حقيقة ثقة الشارع الرياضي. حقيقة هي دعوة للاستعانة بكل المختصين من الكفاءات الرياضية الموجودة بكرة القدم من أجل النهوض بواقع كرة القدم، لأنه كرة القدم الآن هي واجهة الرياضة العراقية، على الرغم من وجود إنجازات وأرقام وأمور أخرى في رياضات أخرى. لذلك منهاج محدد، آلية محددة، تأجيلات على وفق المناسبات الدينية أو على وفق المشاركات الرسمية، هذا كلها يجب أن تحدد وتعلن قبل بدء الدوري، من أجل أن تعلم الملاكات الفنية كيف تعمل، كيف تبرمج مناهجها التدريبية خلال موسم كامل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عدد الفرق وغيرها، هذا أيضا يدخل في مسألة تطوير كرة القدم. أعتقد أنه الحل الأنسب لدوري منظم إما 14 ناديا أو 16 ناديا على أغلب الاحتمالات، لكنه حتى وبوجود 20 ناديا من الممكن تنظيم دوري على مستوى يقارن الدوريات العربية على أقل تقدير. بيدعي الرئيس وكذلك بسبب الحرمان هذه الكرة والمحاولة، كار 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 القناص، الهدف مصطفى الكريم يفعلها ويزيد في. إذن مشاهدينا الكرام، نبقى في محورنا هذا اليوم المخصص عن تنظيم آلية الدوري العراقي الكروي للموسم المقبل وأهميته وانعكاساته على المستوى العام للكرة العراقية طبعا، ونبقى مع الحلول الكثيرة التي قدمت من قبل المختصين والمهتمين والمعنيين بالكرة، ومطالبة الكثير منهم بحل هذا الموضوع الشائك والمعقد طبعا في مسيرة الدوري العراقي بشكل خاص والكرة العراقية بشكل عام. مشاهدينا، إليكم
جانبا آخر من الآراء والانطباعات المطروحة حول هذا الموضوع. خلينا نتابع. والله أنا أعتقد 18، يعني أكو من يقول 16 هو المثالي، لا أنا أقول بحجم العراق ويعني اللعبة الأولى وشعبيتها كبيرة أكيد 18، وتسعى إلى 18 فريق يكون بالدرجة الأولى في سبيل صار الفريقين يعني اللي نقول الدوري يعني صار بيها له قيمة، يعني حتى صدقني حتى الدرجة الأولى يصير بيها منافسة ويصير إضافة إلى دوري الممتاز. فأكيد هنا راح أول شيء توسع القاعدة، راح يصير عندك تقريبا 32 فريق، إذا 16 ب16 32 فريق، أكيد راح عندك 32 فريق راح يصير بيها منافسة قوية. فأنا أعتقد هذا أما من الآن دا يقولون أنه يريدون يجاملون بعض الفرق اللي هبطت وما ينزلوها، هذا أنا أعتقد كارثة. يعني أنت راح ترجع للمربع الأول، راح كيف أنت راح تشوفهم ينظمون دوري مجموعتين، نرجع إلى 24 فريق 12 فريق ب12 فريق، هذا أنا أعتقد يعني غير صالح أو غير مفيد للكرة العراقية. أنا أتمنى 18 فريق، يعني 18 فريق راح تشاهد أنت ممكن سنة الأخت تبقى 16 فريق، ممكن يصير عندك دوري مثالي بالنسبة لدوري النخبة. هو دوري النخبة تسميته دوري النخبة، ودوري الممتاز هو يعني خلاصة الفرق مو بكثرتها، هي نقول بتميز هاي الفرق. فراح يصير عندك دوري قوي، دوري مشاهد، دوري تقدر توصل لدوري المحترفين من خلال هذا الدوري. بثلاث نقاط ثمينة تبقى الفارق حتى يكمل الجوية مبارياته. أعتقد العشرين فريق هي أعتقد هو دور مثال، يعني مثل ما نشوف الدوريات الأوروبية. فإن شاء الله نتمنى بأن يعني إحنا يجوز من يصير فرق قليلة، أعتقد راح يصير أكثر، تطلع لك أكثر لاعبين من 16 فريق، بس العشرين فريق أعتقد هو مثالي، لأن تعطي فسحة يعني أيضا مساحة واسعة للاعبين يلعبون أكثر مباراة، يعني 38 مباراة يلعبون بدل ما يلعبون لك 32 مباراة. فأعتقد هذا الدوري إن شاء الله إذا كانت لجنة المسابقات جادة في عمله بنظام المواعيد المضبوطة بدون تأجيلات، ما نمر سنة كاملة، يعني إحنا نلعب كأس العالم والدوري العراقي بعد شغال. أعتقد هاي يعني جريمة بحق كرة القدم، يعني كأس العالم كل الفرق قاعدة والدوري العراقي شغال، فلازم من هسه يخططون لجنة المسابقات شلون يسوون البرنامج، يسوون يعدون الكراس مال اللعبات من بداية المرحلة الأولى لنهاية المرحلة الثانية حتى نقدر يوصلون لأبر الأمان. هذا مو يعني الاتحاد شغله لازم يتعب على مود يسهل العملية، العطل، المناسبات وكذا، شوف شلون يتعامل معها حتى يقدر يظهر بدوري جيد. يا اخي هو العدد المثالي اليوم اغلب اندية العالم الكبيرة هي 20-20، دوري الالمان 18. احنا خلينا نقول ظروفنا وواقعنا العدد المثالي 16. يعني اعتقد يعني رقم جيد جدا، يصير عندك 15 في 32 مباراة تلعب في الموسم، يصير عندك مساحة المشاركات الخارجية، عندك مساحة لبطولة الكأس، البطولات الثانوية المرافقة، وبالتالي يرتفع العدد يعني من عدد المباريات. أنا أفكر في عدد المباريات دائما أذكر هذا الرقم حتى اللاعب يستفاد، تكون عندنا طبعا. أما أنت تلعب هذا الدوري بهذا كذا نظامها كذا أسلوبه وعندك مناسبات والتزامات صعبة، يعني لازم توقف بها الدوري، يعني أمم آسيا عندك مشاركات فالنظام يعني. لكن انت ما بديت حيل حاليا اذا قلت 16 وقلت هو الرقم 20 قرر واعترف به ومشى للدوري. لكن اعتقد كل ما تكون بدايه مبكره، يعني العام خطانا خطا كبير ما حد انتبه له لا بالاعلام لا احد، بدينا 15-11 الدوري، يعني هاي يعني رقم صعب جدا هذا، احنا بقنا 40 يوم او 45 يوم بدون سبب، بالتالي دخل كاس العالم منتهى واحنا منه. كان ننتهي قبل كاس العالم 45 يوم مو سهله في كره القدم، يعني تاخذ كم مباراه فيها تقدر. الدوري الانجليزي الموسم الماضي بدا 11-8، هذا الموسم بدا يوم 10-8، يعني فرق يوم واحد، حتى الفيسبوك ذكرني مو انا الميموري تجي قدامه. فشاهد كلام يعني ان العالم منظومه كالندر ثابت،
نعم هناك متغيرات، ظروف صعبة تمر بينا احنا في البلد، وهذه احنا نراعيها مو ما نراعيها ونتعامل معها، لكن ايضا اتكيف مع الحالة. انا اعرف اقدر وضعي واطي اللاعبين والفرق، خلينا برنامج اشرفكم تعالوا اقعدوا المسابقات، اقعد ممثل من كل نادي يعني يكون عنده خلفية عن المسابقات، خلينا نقعد خرت الملاعب، نقعد وزارة الشباب على ترتيب الملاعب معنا، حتى ابدي انطلاقة افتح يعني افتح قلبي للجميع واتعاون. هي اللي احنا كنا هدفنا واحد، احنا نريد نرتقي بالمسابقة، كل ما ارتقت المسابقة اليوم ترى بكل العالم اذا ما عندك دوري ناجح ما يطلع عندك منتخب ناجح، ما يطلع عندك فريق ناجح، ما يطلع عندك مدرب ناجح. فاعتقد يعني دورينا هو الافضل يعني قلنا 16، لكن احنا خلينا نقبل بالعشرين حاليا، بس ننظم وضعنا وننظم وقتنا، نضع لوائح وشروط يعني جميلة يعني بحيث استثمار اللعب، احترام القانون، احترام الحكم، بالفير بلاي. كان ايقاف هذا اللاعب القصير المشير الخطير الرائع من خارج منطقة الجزاء. اذا مستمرون في مشوارنا لعملية استبيان صدى الرياضة الذي يعني كان بين عدد من لاعبي الدوري العراقي بكرة القدم سابقا والمدربين والإداريين لكي نتعرف من أهل الشأن على آرائهم بخصوص العدد المثالي لتنظيم مسابقة الدوري للموسم المقبل وانعكاسات وأبعاد ذلك على المستوى الفني العام. بالتالي لكي نذكر المعنيين بتنظيم الدوري يعني نذكر بسلبيات المواسم السابقة طبعا من أجل تصحيح المسار والمعالجة الحقيقية للآلية المتبعة خدمة للمصلحة العامة. الآن مع آراء مختلفة حول هذا الموضوع، خليكم ويانا. والله في ظل الظروف الحالية أنا أعتقد أنه 16 فريق في الدوري هو الأفضل، أعتقد لأن توقفات كثيرة تصير عندنا، دنوصل إلى أجواء جدا حارة الشهر السابع وشهر الثامن، وأعتقد أنه 16 فريق راح تكون منافسة أفضل، راح نختار من عندهم أفضل اللاعبين نخدم بهم المنتخبات كلها. يعني أنا أعتقدها ولو 16 فريق يمكن تكون دوري أنضج، يكون أولا يبدأ بتاريخ وينتهي بتاريخ، وتكون فترته أيضا يعني بعيدة عن اللعب في الأجواء الحارة جدا. أنت تعرف هذا الموسم الماضي كانت درجات الحرارة فوق 50 والفريق يلعب، وأعتقد هاي جريمة في حق الفرق الرياضية. لو كان يعني يبحث الاتحاد بجدية أن يكون مثلا 16 فريق ويصر على أنه تكون 16 فريق وأيضا تكون قيمة مالية مع هذا الأساس كله، يعني قيمة مالية للدوري في سبيل أن تعطي فد يعني جانب فني أولا بال 16 فريق، وأيضا جانب آخر اقتصادي اللي أنت ما تصرفه من خلال ما تنطيه من عقود لاعبين ممكن أن تعطيك من خلال الجائزة اللي ممكن أن تحصل بيه عليها، سواء كنت يعني في المركز الأول أو الثاني أو الثالث، مثل ما دا يصير بكل دول العالم. يعني جائزة الدوري جائزة محترمة جدا. أعتقد إحنا هاي الحالتين فاقدينها، لا جانب المتعة اللي يعني أنت مرات يضيع الدوري في جانب المتعة كبيرة منه في الأجواء الحارة جدا، وأيضا الجانب الثاني جانب الاقتصادي الـ يعني الأندية تخسر من ما يعني ملايين الدولارات بس ما تجني من عندها ولا دينار واحد، لا من النقل التلفزيوني ولا جائزة مالية لبطولة يعني بطل الدوري أو بطل الكأس أو غيره بطل. يعني إحنا شوف بطل دوري وبطل كأس وبطل كأس سوبر ولا دينار واحد فيما يخص جائزة يعني شلون يقول الجوائز المقدمة لهذه البطولات، وأعتقد هذا مو صحيح. يعني المفروض كل ما تعطي وتقدم المفروض تعطي فشي كبير، المفروض أيضا تتلقى بالمقابل يعني فشي أفضل. يعني إحنا نتمنى الاتحاد يدرس هاي المواضيع. بالتأكيد أنت اليوم الظروف إذا تسمح لك أن تلعب 16 فريق يعني إذا كان مكان، لكن تعرف أنت اليوم 20 فريق أيضا مثال، أنا أعتبر يعني إذا بدأ بوقت محدد وانتهى في وقت محدد راح يكون مثال 100%، لكن المثالي هو أن يكون بين 16 إلى 14 فريق حتى نوعية اللاعب تكون مميزة بالملعب، أيضا الفرصة للكادر التدريبي للمنتخبات الوطنية باختيار اللاعبين حسب الفئات مالتهم تكون نظرة يعني أفضل. رأيك ما هي إيجابيات وسلبيات دورينا من أجل أنه يكون دوري جيد؟
لا بالتاكيد اعتقد هذا الموسم كان موسم ايجابي 100%، لكن سلبيات مالته هو كثره التاجيلات يعني وقلت هي هاي بس مشكله الدوينه، هو كثره التاجيلات، وبالتالي انت تسوي اعداد تجي تجلس بعدين ترجع تسوي اعداد تجلس، هاي كلها تاثر على اللاعبين، يعني بالموسم واحد سوى اكثر من 4 إلى 5 مراحل اعداد وهي صعبه بالنسبه للاعب. اعتقد الموسم الماضي كان افضل، اتمنى هالموسم يكون افضل اكثر بعد ان شاء الله. مشاهدينا الجميع ينتظر انطلاق الموسم الكروي الجديد، الكل يتطلع لبداية موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة. وقفتنا التالية عن تنظيم الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل مع أهل الشأن من لاعبي اليوم ضمن صفوف أندية الدوري، وكذلك من المختصين والمعنيين بالأمر لمعرفة انطباعاتهم حول آلية الدوري الكروي المنصرم والجدول المضغوط وما هو رأيهم بمشاركة 20 فريقا في المسابقة وما هو العدد الأمثل للمنافسة. هذه الاستفسارات كلها طرحناها على هذه المجموعة من الرياضيين وخلي نتابع. شوف أكيد يعني يكون الدوري 16 فريق، يعني ما يكون 16 فريق راح يعني يبقون اللاعبين الممتازين يوقعون لهذه الفرق، وأهم شيء أهم شيء يعني الاتحاد والناس المسؤولين يكون يسوون فد المباريات تكون بالليل، يعني شكو فريق عنده ملعب يمتلك ملعب جيد البنى التحتية يعني أقصدها، راح تشوف يمكن أكو لاعبين يمكن مظلومين بالملاعب الغير جيدة يمكن الغير صالحة، شوف ما تشوف مهاراتهم بس الملعب الجيد راح تشوف شنو إمكانية هذا اللاعب، وبالتالي يعني راح يعني تحصل فد مجموعة جيدة للمنتخب الوطني. والله احنا نتمنى انه يعني يرجع العدد كالسابق، يعني تعرف بالثمانينات كان عدد يعني يصل 16 فريق بالدوري، اللاعبين اذا يعني المفروض فترة استشفاء تكون طويلة بين مباراة ومباراة، في حالة يعني كثرة الأندية حصير فترة الاستشفاء مو صحيحة، بعدين هناك بعض الأندية لا تمتلك مقاومة النجاح، بعض الأندية حتى كرات ما عندهم ملاعب ما عندهم، فمن يجي لك نادي الطلبة احنا تعبانين، يعني فريق جماهيري وفريق الى مستوى يعني ملعب مع فريق يعني دون المستوى حيأثر على اللاعبين وبنفس الوقت حيأثر على مستوى كرة القدم بالعراق، وبالتالي لاعب المنتخب الوطني من يصعد الى المنتخب الوطني يشوف انه اداء غير صحيح ويفتقد الكثير من المقاومات. افضل شيء يكون عدد 16 فريق يعني خلال دوري خلال مرحلتين يعني ممتاز الى 16 فريق. طبعا احنا كنا نتمنى ونظل هاي امنيه توقيع اللاعب العراقي تاجيلات الدوري، هاي طبعا السنه الخامسه على التوالي نمر بازمه التاجيلات، يعني حتى الدوري نظام مجموعات او دوري عام يكون تاجيل، طبعا التاجيل هو سلبي 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 على اللاعب جدا، تعرف اللاعب يمر باكثر من فتره من اعداد، يعني حتى احباط للاعبين يعني علميا وفيزيولوجيا يعني ياثر على مستوى اللاعب التاجيل. والنقلة حاضرة، فرصة خطيرة هذه أمام المرمى، الله يا ولد يضرب بالهدف الثاني. مشاهدين عندما نتواصل في عملية استبيان صدى الرياضة بين عدد من الإداريين للأندية ولاعبي الدوري العراقي بكرة القدم السابقين والحاليين وحتى المدربين ويعني الرياضيين بشكل عام، أولا لكي نتعرف من أهل الشأن على آرائهم التي تهدف إلى تصحيح المسار بالتالي تصب بالمنفعة على تنظيم مسابقة الدوري يعني للموسم المقبل، من جهة أخرى لكي نذكر المختصين بسلبيات تنظيم الدوري للفترة السابقة يعني الذي استمر إلى يومنا هذا، بالتالي نأمل يعني فيه المعالجة الحقيقية خدمة للمصلحة
العامة. مشاهدينا متواصلين مع انطباعات الرياضيين، ولكن دعونا الآن نتوقف مع الأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. شهدت منافسات الليغا لحساب مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم صعوبات بالغة على الفرق الكبيرة، بعضهم نجا من الخسارة بضربة حظ وآخر واصل انتصاراته بشق الأنفس، ومنهم من تعسرت عليه خطف النقاط الثلاث. والبداية من حامل اللقب برشلونة الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف على حساب مضيفه ريال سوسيداد. فريق إيبار يهدر فوزا محققا على ضيفه أتلتيكو مدريد بعد أن أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لكل منهما في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. تقدم إيبار بهدف صاعق في الدقيقة 87 عن طريق إنريش، وفي الدقيقة الرابعة بعد 90 أدرك غارسيس مورينو التعادل لأتلتيكو. وبالنسبة لأتلتيكو مدريد هو التعادل الثاني بعد الأول في الأسبوع الأول أمام فالنسيا مقابل انتصارين وهزيمة كانت أمام سلتا فيغو بالمرحلة الماضية بهدفين دون رد، وبذلك رفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 5 نقاط. ريال مدريد يخفق في اللحاق ببرشلونة وتسجيل انتصاره الرابع بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام مضيف أتلتيكو بلباو. سجل للمضيف فريق أتلتيكو بلباو إيكر مونياين في الدقيقة 32، والريال إيسكو في الدقيقة 63. مشاهدينا متواصلين في محورنا عن وضع آلية صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، بالتأكيد نستغل تواجدنا مع عناصر الأندية المعنيين بالأمر للحديث حول هذا الموضوع الذي يعني يتشعب ويتفرع كثيرا، لكن يبقى العنوان الرئيس هو ما مدى تأثير ذلك على المستوى الفني العام وكذلك على الاستراتيجية التدريبية للمدربين وعلى الأحمال التدريبية للاعبين. طبعا هاي كلها عوامل يعني بها إيجابيات إذا كان سير العمل منظم، ولكن بالعكس تكون سلبيات إذا كان العمل عشوائي. هذه وقفة أخرى مع المختصين والمهتمين بالشأن، خلينا نتابع. احنا كنت لاعب بنادي الزوراء 1980، الاجنده مالتنا كانت معروفه، تبدي بفلان وقت وتنتهي بفلان وقت، فاحنا العدد المثالي للاعبين حتى يعني للانديه اقول لك 16 فريق، ليش؟ حتى اللاعبين يتوزعون النخبه على هاي الفرق، يعني لا من تكثر عدد الانديه راح يصير عندك المستوى، راح يصير عندنا فارق كبير يعني بين الفريق الاول والثاني والثالث والرابع وبين الفريق يمكن من الفرق الأخير أو حتى تبدي تسلسل من العاشر إلى العشرين. بس مع هذا قلت لك العراق متعطش، يريد يعني الرياضة، شوف ده جمعة ده توحدة، يعني أبسط شيء إذا تلعب بأي محافظة سد الروح مثلا للديوانية للسماوة للعمارة، يعني البصرة الملعب يمتلي للنجف، ليش؟ لأنه الجمهور يريد يشوف. فيمكن اقول لك يعني بالنسبه ان هسه بالوقت الحاضر، لان احنا كانت بطوله الكاس السنه الماضيه ملغيه، فالفريق العشرين يعني مو مثاليه، لكن نطمح نقول كمثالي 16 فريق راح يكون دوري، عندك دوري قوي ودوري جيد جدا، يعني راح تكون بين منافسه كلش كبيره وشرسه. كان ابرز مشوار للسماوه على مستوى بطولة كرة القدم العراقية، يريد الثبات، يريد التقدم، جول جول جول. أنا أعتقد يعني الفرصة تكون للكل الأندية إذا كانت تتنافس على مستوى عالي بالنسبة للدوري العراقي. أنا مع المجموعة الواحدة، إذا كانت مجموعتين راح تفتقر بالمشاركة مع بعض الأندية، فأنت تبقى مثلا الفرق الجماهيرية تبقى تلتقي، وأيضا هناك فرق جماهيرية مثلا في النجف نادي النجف والجماهيرية فريق الميناء، ذني فرق يعني يجب أن تتواجد معك حتى أنت تبقى عملية التنافس، ونشوف التنافس إلا ذروة. الدوري هالسنة كان يعني بشدة عالية جدا وكان رائع جدا
بتواجد الفرق الكبيرة. كان الشرطة يلاحق الزوراء من المرحلة الأولى، الزوراء بقى متصدر من الدور الأول إلى حتى إلى نهاية الدوري، لكن كانت ملاحقة قوية من فريق الشرطة. وأيضا تبدلت الأدوار، جاء الفريق القوة الجوية عاد وضعه بعد ما نزف الكثير من النقاط، رجع إلى حق فريق الزوراء. فهناك يعني مفترق طرق بين الفرق. أنا أعتقد المشاركة بهذا الدوري أنا إذا كان كمجموعة واحدة هي أفضل، وفرصة وأنت تلعب مع الفرق، وإحنا متابعين من مساحة واحدة نشوف الفرق كلها تلعب وكلها تتبارى وكلها تروح ذهاب وإياب، وأفضل أنا أشوفها. وهذا يرتقي إلى مستوى الكرة العراقية، هذا يصب بصالح الكرة العراقية. ملعب الصناعة وملعب التاجي، تزداد حظ الثاني جول. طبعا الدوري هذه السنة نقول عليه متوسط، بس بالمستقبل لازم يكون عدد الفرق 16 فريق أفضل. أول شيء خلق منافسة، ثاني شيء فرق الدرجة الثانية الأولى العفو لح تكون على مستوى عالي، حتى الدرجة الثانية ممكن تصير بعد أفضل، يخلق توليفة حتى المنتخب الوطني يكون قادر على منافسة. انتظر التنفيذ من وليد سالم على القايم، جول جول. طول الدوري العراقي، طول الدوري العراقي، انتهت الدوريات، انتهى الموسم. الدوري العراقي لازال شغال، انتهى دوري الأبطال وانتهت الدوريات الكبيرة أيضا، والدوري العراقي لازال شغال. ابتدى كأس العالم وخلاص باقي النهائي من كأس العالم، والدوري العراقي لازال شغال. لا هو دوري عربي ولا دوري أوروبي ولا دوري لاتيني، هو لوحده. جمهورنا الرياضي، وصلنا إلى ختام محورنا هذا الذي كان مخصصا ومكرسا عن تنظيم آلية الدوري العراقي بكرة القدم، لا سيما يعني ونحن نتطلع جميعا لانطلاق موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة. مشاهدينا، اليوم عندما تجولنا بين المختصين والرياضيين والأندية العراقية الكروية دونا الكثير من الملاحظات، فالأندية وكما تابعنا يعني تتذمر بشدة من طريقة تنظيم الدوري العراقي بكرة القدم، بالتالي تظهر هنا على الساحة الاعتراضات، مما يجعل الدوري يدخل يعني في مرحلة الشد والجذب جراء التوقفات، جراء التأجيلات وطول فترة المسابقة، وحتى أن البعض يلمح بأن هنالك تفضيل وميول يعني لفرق عن أخرى وللفرق الجماهيرية أيضا على حساب الفرق غير الجماهيرية، حتى أحيانا نجد أن تصاعد الاعتراضات والاحتجاجات يعني تجاوزت الحد المعقول وأصبحت تطال يعني مستقبل المنافسة. نحن يعني بدورنا جراء ما سجلناه من اعتراضات وما تابعناه ولاحظناه من تخبط واضح بالمواسم السابقة، أصبحنا نهتم كثيرا بهذا الأمر ونسلط الضوء عليه بين الحين والآخر، وذلك حرصا من تداعيات وأبعاد هذا الأمر على سير المنظومة الكروية والوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة. في الوقت نفسه بصراحة يعني تامة، كلما نحاول أن نخفف ونبسط من وقع هذا المشهد يعني على لجنة المسابقات وعلى اتحاد الكرة الجهة الرسمية والمعنية بالأمر، يعني يظهر على السطح تساؤلا مشعا، يعني يا ترى مسابقة الدوري العراقي بكرة القدم هل هي نعمة أم نقمة على إدارات الأندية، المدربين، اللاعبين، وصولا إلى المنتخبات الوطنية والكرة العراقية بشكل عام. مشاهدينا، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.